السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة مزاد زغليل وشباب زاجل للبيع. طبعا مش المجموعة دي مجموعة من ضمن المجموعات دي، نقول عليها المجموعة الأولى، لسه في مجموعات كتير. زغليل معتمدة وشباب فيهم في فاكك 3 و4 و5، هنشوف برضو كل مجموعة ونتكلم عليها. بس في البداية نتكلم عن شروط المزاد. شروط المزاد: الاستلام من دمياط، تكتب سعر في التعليقات. هنبدأ كل المجموعات زغليل وشباب من سعر 50 جنيه للجوز، خلاص. يبقى هتزود بالعشرة جنيه في التعليقات، مفيش مزاد خارج التعليقات او على الخاص او على الفيسبوك مثلا، لا، المزاد من خلال تعليقات الفيديو على اليوتيوب. يبقى الاستلام من دمياط، كتابة سعر في التعليقات، انت اللي هتحدد السعر يعني، والاستلام من دمياط. على بركة الله نبدأ المجموعة الاولى. تلت جواز او تلت عشوش زغليل زاجل معتمدة، يعني لو عايز اقول لك عمر اكبر من شهر ونص، تدخل في شهرين. دي المجموعة الاولى. نشوف المجموعة التانية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. دي المجموعة التانية، جوزين اسود وفرد ازازي، ده دول الزغاليل اللي في عندنا في المجموعات. بعد كده اللي هيجي كله شباب، بسم الله ما شاء الله، تشوف الصحة والحجم. يبقى كده دي المجموعة التانية برضو كله يا جماعة. بداية سعر الجوز 50 جنيه لأي جوز. بداية المزاد زود زي ما انت عايز في خلال التعليقات الفيديو، اكتب السعر في تعليقات الفيديو. طيب بالنسبة للحمام اللحم، اللي عايز يشتري حمام لحم، الحمام اللحم الشغال هصوره لك على زغليله بالشكل اللي انت شايفه ده، او على البيض بتاعه والحصى بتاعه، او مع زغليله بيض. اي جوز شغال بالتصوير بالفيديو هبعته لك 300 جنيه للقص، طبعا من غير زغليل ولا بيض. طيب الزغليل بتاعته بكام؟ اي عش زغليل زي ده معتمد على نفسه بالحجم اللي انت شايفه، بسم الله ما شاء الله، 125. اقل سعر في مصر واحسن حمامة في مصر من احسن سلالات يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. نرجع بقى للمزاد بتاعنا وندخل على المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة والمجموعات اللي بعد كده كلهم شباب، هتلاقي عليهم 4 او 3 او 5 برضو هنبدأ فيهم زي الزغليل، برضو بداية سعر المزاد 50 جنيه لأي جوز. ده قص اسود وقص ازازي، علشان محدش يعني يبقى نفسه في حاجة. جوزين المجموعة التالتة، واللي بعد كده برضو شباب. المجموعة الرابعة برضو قص اسود وقص ازازي. المجموعة الرابعة قص اسود وقص ازازي، برضو 50 جنيه للجوز زي ما قلت لك، على وش الشغل تقريبا اهم، يعني مش هيتأخر عندك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للمشتري. المجموعة الخامسة تلت فرود ازازي والواحد الفرد الرابع اسود، برضو قصين اتنين، طبعا كله زاجل يا جماعة. اللي احنا عرضناه ده كله، كل اللي فات ده زاجل، بسم الله ما شاء الله، حجمه وصحة. برضو شباب عليهم 3 او 4 او 5، احنا هنبيع كله بسعر الزغليل، فاللي عايز زغليل ماشي، اللي عايز شباب ماشي، اللي يريحك يعني. وانت اللي هتحدد السعر، ما تنساش تكتب السعر في التعليقات. المجموعة السادسة قصين او جوزين، طبعا يا جماعة كل الحمام ده مش متحدد جنسه، ما نعرفش الذكر من النتاية، يعني انت هتاخد قصين انت ونصيبك، قصين ازازي او جوزين ازازي زي ما حضرتك شايف، بسم الله ما شاء الله، برضو كله بداية السعر 50 جنيه. ودي اخر مجموعة اللي هي المجموعة السادسة دي،
بس قبل ما نخلص الفيديو هنكمل كده ووري لك الحمام الشغال اللي انا ببيعه في الاشوش بتاعته او في العيون او في السلاكة. هنبدأ بالقص الاول، شغال لسه فاطم زغليله مع بيضة ومع زغلول، فقس زغلول اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، لو قربنا شوية. كل يا جماعة الحمام الشغال، الحمام اللحم الشغال، اي قص شغال من داخل السلاكة ب300 جنيه. وده قص تاني انا محضن معاه زغلول زاجل، وطبعا الزغلولين بتوعه اللحم ومعاه بيض ما شاء الله، يعني معاه زغليل ومعاه بيض. البيض بتاعه بقاله تقريبا حوالي اسبوع وما شاء الله لسه الزغليل بتاعته ما اتفطمتش، برضه 300 جنيه. وده القص الثالث، بسم الله ما شاء الله، زغليل معاه زغليل بقاله حوالي اسبوع، برضه 300 جنيه. القص الرابع ده بسم الله ما شاء الله حجمه وصحة بس تقيل شوية، فهو عشانه تقيل في الحجم انا باخد البيض بتاعه حضنه تحت حمام تاني عشان ده بيكسر البيض. اللي عايزه برضه مفيش مشكلة ب300 جنيه، هو عزيز عليا القص ده، بس انا بقول لك على اللي فيها، لو هتاخد القص ده تاخد البيض بتاعه تحضنه تحت حمام تاني علشان ما يكسرش البيض. القص الخامس مع زغليل اهو زي ما حضرتك شايف، عمرها حوالي 12 يوم او يمكن اقل شوية، فهو ان شاء الله بيحضر العش، ان شاء الله يبيض قريب، برضو 300 جنيه. اي قص من السلاكة تشوفه زي ما انت شايفه كده 300 جنيه. القص السادس بسم الله ما شاء الله، انا محضن تحتهم بيضة كمان، فقسهم التلاتة ومحضنين التلاتة هم بسم الله ما شاء الله تلات زغليل، وبيحضروا كمان العش، يعني بيضهم في خلال ايام قليلة ممكن يوم اتنين تلاتة، لان انا شايفهم بيقعدوا في الطاجن التاني ده، برضو 300 جنيه. القص السابع برضو انا محضن تحته بيضة كمان، يعني بقوا تلات بيضات، وبسم الله ما شاء الله التلات زغليل او بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة. نشوف الزغليل التلاتة اهو، واحد وراهم اهو، وده الاثنين، واحد قاعد جنب امه في الطاجن بتاع البيض، والتالت اهو. هنشوف حجم الزغاليل، لسه الزغاليل صغيرة، والبيض بتاعهم بسم الله ما شاء الله بقاله تقريبا يجي اسبوع، تمام، برضو 300 جنيه. اي قص مش هيغلى عليك ب300 جنيه. القص الثامن زي ما حضراتكم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله القص ده تحتيه زغاليل، فاقس زغليل من ايام، طبعا فطمنا زغليله قريب جدا علشان يتفرغ للزغليل الجديدة. هي المشكلة اللي بتقابلنا مش انه ما بيشتغلش او ما بيلحمش يا جماعة، المشكلة اللي بتقابلنا ان هو احيانا لما بيلحم بسرعة بيفقس البيض الجديد والزغليل لسه اللي معاه الزغليل القديمة ما اتفطمتش. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للمشتري. اي حد عايز يقول لي على ترتيبهم كده، يقول لي على القص اللي هو عايزه زي ما قلناهم من البداية للنهاية، يشوف بقى رقمهم اللي انت محتاجه منهم، كلمني تحت امرك. ما تنساش في النهاية تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.